في فقرة أدرينالين اليوم نصحبكم إلى رحلة في تاريخ رياضة الهوكي التي انتشرت في بدايتها في البلدان الباردة قبل أن تشتهر وتصبح رياضة عالمية. تفاصيل إضافية في تقرير جمال بن رفيع. يقال أنها أقدم لعبة جماعية عرفتها البشرية منذ 4000 عام، وبساطة أدواتها كانت سبباً في شهرتها. إنها الهوكي، الرياضة التي يلعب فيها فريقان ضد بعضهما البعض من خلال مناورات بالكرة لمحاولة إحراز هدف في مرمى الخصم باستخدام العصا. ويعزى اسم الهوكي إلى كلمة شائعة في فرنسا تعني عصا الراعي. هناك العديد من أنواع الهوكي المنتشرة حول العالم، إلى أن أشهرها الهوكي الجليدي التي تنتشر في كندا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، وقد اكتسبت شعبية هائلة في السنوات الأخيرة بين طلاب الثانويات والجامعات. ورغم ما يبدو من حداثة هذه الرياضة، إلا أن الهوكي بدأت بشكل شبه رسمي في إنجلترا في منتصف القرن 19، ثم انتشرت في جميع أنحاء كندا من قبل الجنود البريطانيين. تم تسجيل أول استخدام للعبة الهوكي بالكرة المعروفة الآن في أونتاريو بكندا عام 1860، كما أجريت أول لعبة عامة مسجلة للهوكي على الجليد في الأماكن المغلقة في حلبة فيكتوريا للتزلج في مونتريال عام 1875 بين فريقين من طلاب جامعة ماكجيل. لكل رياضة قواعد وقوانين تنظم أسلوب وطريقة لعبها. ففي الهوكي يتكون الفريق من 6 لاعبين أساسيين و13 في دكة الاحتياط، ويعد الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف الفائز. وإذا تم الاستمرار في مباراة الهوكي بعد 3 جولات أي 60 دقيقة، فسيتخللها فترة إضافية مدتها 5 دقائق. وإذا استمرت المباراة بعد ذلك فإن تبادل تسجيل الأهداف سيقرر الفائز. لسوء الحظ ارتبطت هذه الرياضة بالعنف بعد تعرض اللاعبين للضرب في كثير من المباريات، لذا تم سن قوانين وعقوبات من أبرزها طرد اللاعب خارج الملعب لمدة 4 دقائق، وسيكون لدى الفريق الآخر الأفضلية بعد فرض تلك العقوبة.